بالقصر الملكي بالدار البيضاء استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس السيد عبد اللطيف وهبي بالتماس منه إثر انتخابه مؤخرا أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة. شرفت اليوم باستقبال الملكي صاحب الجلالة نصر الله، حيث قام جلالته بتقديم التوجيهات الكريمة حول الحزب وحول المستقبل السياسي للمغرب وحول ضرورة أن يقوم الحزب بدوره كمثل جميع الأحزاب بجميع مكوناتها. وكانت توجيهاته جلالته والاهتمام بمصالح الشعب المغربي وبمصالح المناضلين كذلك والتهيئ للاستحقاقات المقبلة. الحقيقة هذا اللقاء أسرني كثيرا، لأن جلالة الملك أبان عن اهتمام كبير بمستقبل الديمقراطية وبمستقبل المؤسسات السياسية في بلادنا. كما استقبل صاحب الجلالة أيضا الأعضاء الأربعة الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، لا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد لطيف الخال والسيد الحسين عبوشي العضوين المعينين من قبل جلالة الملك، والسيد محمد علمي العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد خالد برجاوي العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الأربعة الجدد اليمين بين يدي جلالة الملك، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وسيشرعون في ممارسة مهامهم ابتداء من 4 أبريل 2020 تاريخ انتهاء مدة انتداب ثلث أعضاء المحكمة.